روضتني فكره ان انا لازم اتخلص من اطفالي علشان انا اب ما شرفهمش، وكانت شقاوة الاولاد بتعصبني. وايضا استغلت زحمه العيد وانشغال الناس، وكانت الطرق ممهده انني انفذ الفكره اللي بتراودني منذ 10 ايام. سيد الرئيس، هو الاب الذي يتحدث عن صغاره حال ارتكابه جريمته الخسيسه مكرر. نزلت ريان الاول بالعربيه وهو كان قاعد في الكرسي اللي جنبي، وبعدين شلته ورميته وقلت له روح الجنه يا ريان من اعلى الكوبري، ونزل في الميه. وبعد كده جبت محمد من الكنبه اللي ورا اللي في العربيه ورحت حكه وقلت له روح الجنه يا محمد. وبعد كده عطلتهم على وشي وركبت العربيه ومشيت وفتحت تليفوني. وعن سؤاله عن المجني عليه السامي حال ارتكابه لجريمته الاولى شقيق ريان، الطفل الصغير كان عمال يلعب في الكرسي بتاع العربيه وشديته بالكرسي ورميته. الكاميرات اللي تتغيرها المتهم حال قتل مجني سواء 5 سنوات ومن لم يتجاوز 3 سنوات. سيد الرئيس، تبت يداه وغلتها وقد قتل ريان ومحمد، فما بعنف المتهم الا ان يشرب. سيد الرئيس، حضرات السادة القضاة، عرضت على ما سامح حضراتكم وقائع العوانة الأليمة واتسع صدركم في سردها في سرد أدلتها العديدة، ولا يسعنا إلا أن نردد قول الله تعالى: وإذا المأكولة سئلت بأي ذنب قتل الصغيران، وإلى ذنب غرق أحباب الرحمن. الطفلان للعيد الأضحى المبارك، يا الهواة يا العباد. حتى اخذتهم يد الغدر واودى بحياه فلسات اكبادي انتزعتهما يد الابرام من قلب مظاهر البهجه العيد وملابسهما الاحتفاليه. سيد الرئيس، ان العداله لا تتاذى اذا لم يقتص من المتهم الفقير او الاب الفقير، اذا ظل الورم الخبيث في المجتمع بلا استئصال. نحن بصدد سلوك منحرف وخطورة إجرامية. هذه الخطورة لا علاج لها إلا إذا ما اكتست من جذورها. سيد الرئيس، هذه الخطورة الإجرامية تمثلت في أن المتهم تخير طريقة القتل الذي تعد أقل وأقدم على نفسه من غيرها من طرق القتل، فاختار لأبنائه المجني عليهما الموتى التي لا يشعر هو بسمة ألم أو ندم، فألقاهما بالمياه وفقا لما ردده في هذا الصدد بالتحقيقات. وعودته إلى مدينته مقررا لأهليته بانسعاج مفتعل بأن الطفلين قد قذفا، لا سيما وثباته عند سؤاله أمام نيابة فرسكور صامتا متماسكا وينسك خياله حججا كاذبة متمثلة في وجود خلافات بينه وبين أبناء عمومتك على مبلغ من المال مقابل بيعة الأرض، أو خلافات بينه وبين أحد السلطات التي يجمع بينه وبينها علاقة غير شرعية، أو وجود خلافات بينه وبين أحد تجار المخدرات على شراء بعض المخدرات ولم يكن هو المتهم بسداد ثمنها، وأيضا أحد الأشخاص من أجل بضعة آثار لم يكن المتهم بدفع ثمنها، وهو قد تذكرهم جميعا في التحقيقات، والذي عاد ونفاه جملة وتفصيلا في تحقيقات أمام نيابة شمال المنصورة كليا، وقرر بأنه ردد تلك الأقوال خشية انفضاح أمره، ولم تكن تلك الأقوال سوى محض خيال منه على لسانه في التحقيقات لإنهاء إجراءات التحقيق معه بنيابة مذكور، ولو اعترف لم يتم إخلاء سبيله بذلك، ولم يتمكن من دفن أطفاله. وأيضا أضاف لكذبه على زوجته باختطاف والد أطفالهما من مدينة الملاك. تتلو الأكذوبة والأخرى سيد الرئيس رغبته المستميتة في التخلص من العقاب. سيد الرئيس، حضرات السادة القضاة الأجلاء،
تسامح فالاعين المتلقبه تعلق بمنصه هيئتكم الموقره اعين قلقه تلالات بها العبارات تابى ان تسيب عداله المحكمه اني لا استشعر المجني عليهما يدخلان عليكم من باب هذه القاعه فزعين مسعورين يهرعان اليكم متشبثين.